الأيام القليلة راح يعقد مجلس النواب جلسة يعني لحل هذه يعني هم الإشكالية. كانوا بالبداية أكو مقترح أنه تعقد الجلسة بأربيل، نعم ولكن ما لاقت ترحيب من حكومة أربيل، فتحول الرأي للسليمانية. نعم لكن قرار تعليق عمل مجلس النواب من قبل السيد الحلبوسي يعني وقف هذا. احنا لان بصراحه احنا اليوم محتاجين مواقف اخلاقيه اكثر نعم. من المواقف بالضبط السياسيه. هذا ما اشرت اليه. نعم مواقف وطنيه. والست زينب رمت الكره بملعب العشائر، انا ضد انه العشائر والشركاء. لا نعم. شركاء ما له علاقه، احنا مشكله سياسيه من ندخل العشائر وما اعرف ايش ما راح نوصل. نعم. هو نعم. احنا اساسا كان المفروض باستقاله التيار الصدري يستقيل الجميع. ليش؟ نعم. موقف اخلاقي فائز ناز هو زعلان عمي. نعم بس اوضح الفكره. لا بس حتى خلي حق الغدب على موت فائز. البقيه ما خسرانين استاذ وائل. لا خسرانين. ما في حد. سيد عماد. سيد عماد بس اوضح فكره. سيد عماد يعني الاطار 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 هاليوم انتم الكتله الاكبر 133. مو اليوم احنا الكتله الاكبر. لا اليوم وجود التيار الصدري احنا الكتله الاكبر. لا شلون انتم 88 مقعد التيار الصدري 74 مقعد. هاي شلون حسبتوها؟ مو احنا حسبناها عزيزتي. نعم الإطار التنسيقي بالورقة بعض الأسماء كانت أبدا بالورقة والقلم. نعم. وبتواقيع النواب الإطار التنسيقي 88 مقعد والإطار التيار الصدري يعني 74 مقعد. يعني تحالف أنا ما أحكي لك عوالي. أنا أحكي لك سيد عماد. الله يخليك حتى نوضح للجمهور، أنتم كنتوا تحالف لكن هم كانوا كتلة واحدة. ما لها علاقة. ما لها علاقة بالقانون. ما لها علاقة. ما لها علاقة. نعم ما لها علاقة. نعم الإطار التنسيقي 88. يعني أنت تتحدث 88 شيعي. 88 شيعي. خلص. صار الاعتراض، عفوا مو شيعي، صار الاعتراض. لا شيعي الإطار. إي لا خلاص. التنسيقي يعني. الإطار التنسيقي بأربع نواب مرشحين مع السيد الفياض هم من الإخوان السنة. نعم. أصبح صار الاعتراض الأخوة بالتيار الصدري على هؤلاء الأربعة. نعم. زين؟ تنازل الإطار التنسيقي، قال لهم بالحساب ذول الأربعة ما نحسبهم. نعم. صار الإطار التنسيقي 84 مقعد. والتيار الصدري 74 مقعد. نعم. هاي مسألة أنه الإطار التنسيقي 84. لا بس سيد عماد رافضين حل البرلمان. والإطار قد كان؟ رافضين حل البرلمان؟ لا ست لا بس نقطة مهمة جدا بعد هذا للآن 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 كل الأمور قابلة للطرح. نعم. كل الأمور واردة. نعم. يعني حل البرلمان، انتخابات مبكرة، غير